أهلا بكم مشاهدينا من وسط بيوت شبام العالية الطويلة الصفراء، منهاتن الصحراء كما سميت ووصفت. من أمامي ومن بين هذه البيوت الطينية كأطول وأول ناطحات سحاب في العالم تبنى من الطين. نحييكم في هذه الأمسية واليوم الرمضاني الجميل، ونقدم هذه الحلقة من هنا لنبدأ تساؤلاتنا لفقرات وأسئلة هذه الحلقة من برنامجكم الرمضاني والمسابقات الميدان، ميدان اليوم من هنا، ونبدأ على بركة الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم معنا. في إطار أسئلتنا الدينية نبدأ بهذه الفقرة. هدى الإسلام من مدينة شبام، معنا سؤال في هذه الفقرة يقول: صنفان ضعيفان من الناس حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إهدار حقوقهما، من هم هؤلاء؟ صنفان. الله، سهل، سؤال ديني سهل. والله ما عندك معرفة من هم هؤلاء الاثنين من الناس حذر الرسول من إهدار حقوقهما؟ عاقل الوالدين. عاقل الوالدين كيف؟ أشوف في أحد، تعال كيف حالك؟ الحمد لله بيك. شهر مبارك. شهر مبارك وأنت كذلك. في معنا سؤال ديني بسيط، ما شاء الله من شبام. أنا من شبام، بس اليوم أنت في شبام الآن. اليوم في شبام بس. طيب معك تشهير ولا إيش؟ تشهير شوية كذا. صنفان ضعيفان من الناس حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إهدار حقوقهما، من هم هؤلاء؟ الله، يعني من هؤلاء اثنين من الناس؟ ما أنا معك ذحين. مركز صايم. الله يخليك. من هم هؤلاء؟ يأجوج وماجوج. كيف يأجوج وماجوج؟ شرح. شرح لا. وليش؟ الإجابة. الإجابة؟ معك. اليتيمان. اليتيمان؟ ومن؟ صنفان ضعيفان من الناس. وأيضا ما زلنا في شبام ونسأل، صنفان ضعيفان من الناس حذر الرسول من إهدار حقوقهما، الرسول حذر أن تهدر حقوقهما، من هم هؤلاء؟ اليتيمان. كيف اليتيمان؟ اليتيم. اليتيم سهل. صنفان ضعيفان من الناس حذر الرسول من إهدار حقوقهما، من هم؟ نافقون. لا، الرسول حذر أن نهدر حقوقهم، يعني أن نظلمهم. الجار. الجار من؟ اثنين صنفان. أيوة. والمسكين واليتيم. الجار المسكين واليتيم. لا، في اثنين صنفان، يعني هم صنفان من الناس حذر الرسول أن نهدر حقوقهم. ما شاء الله عندك خلفية. اليتيم والمرأة. اليتيم والمرأة. ما شاء الله عندك خلفيات دينية. صنفان من الناس حذر الرسول من إهدار حقوقهما، هما اليتيم والمرأة. كيف عرف؟ اليتيم لأنه كل مات أبوه، والمرأة هي ضعيفة في الإسلام. ما شاء الله، المرأة هي أيضا ضعيفة، وبالتالي حذر الرسول أن تهدر حقوقها أيضا بالبخس وألا نعطيها حقها. واليتيم، الآية القرآنية التي تقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك حذر الرسول أن تهدر حقوق هذين الصنفين من الناس. وإجابة صحيحة ما شاء الله من شبام. شبام. نعم. اسمك من يا فرج؟ عوض بن مفلح. بن مفلح. من شبام؟ من شبام. من السحيل ولا شبام؟ لا، من شبام الجديدة. من شبام الجديدة، ومن أمام شبام القديمة والعالية التاريخية نحصل على إجابة هذا السؤال من أخينا، وألف مبروك عليك، 10,000 ريال من برنامج الميدان، مبروك عليك. سؤال بسيط معنا لك تجيب عليه، أعطي لك الجائزة. سؤالنا يقول: من قال هذه الأبيات ومن أول من غناها؟ حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم الحال. أيوة، حبي لها، أمي سقتني إياه، في وسط الليل. من أول كلمات من ومن أول من قالها؟ اسم الرباعي، أعطي لك الجائزة. كلمات أبو بكر المحضار. حسين أبو بكر المحضار. صح. الاسم الرباعي لأول من غناها. أول من غناها عندك فكرة؟ جسمي حسين. لا. السلام عليكم يا. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. في شبام التاريخية. نعم. من أهل شبام؟ أيوة. ومن أبناء شبام؟ أيوة. ومن مواليد شبام؟ أيوة. نسأل، هذه الكلمات سمعت بها صح؟ حبي لها
ايش تقول؟ رقم ظروف قاسي. ايوه رقم الظروف المحن. حبي لها امي سقتني اياه في لبن، في وسط اللبن. ايوه كلمات من هذه؟ والله ما كلمات جاريه، كان غناها هو اول ما غناها عبد الله ادريس. لا اول ما غناها قبله. لا كلمات المهضار خلوه. الله ما داري، انا سمعت معلم غناها، ده غناها هو. بعدين كثير غنوها، حتى الجسم يغناها صح؟ حتى دول الخليج اصحاب الخليج غنوها وده. طيب لك نسال من اول، تجيب لي اسم الرباعي اعطي لك جائزه 10000. والله ما اعرف اول ما غناها. في احد؟ تعال من؟ كرامه مرسال. كرامه مرسال رحمه الله، رحمه بس الله. تجيب لي اسم الرباعي. كرامه من مرسال. كرامه سعيد. من؟ كرامه سعيد. كل الناس تعرف انه كرامه مرسال، لكن اسال اسم الرباعي من اليوم في اطار التعريف بالهويه الحضرميه وايضا فنانه. كرامه سعيد. صح. سعيد من؟ تعال كرامه سعيد مرسال. كرامه سعيد باقي اسم. تعال يا لحظه، كرامه سعيد مرسال صح، باقي اسم واحد. كرامه سعيد من؟ ولده صبري يا عم. ابنه صبري. لكن نسأل من اسمه الرباعي الله يرحمه المرحوم. وطبعا نحن في شهر رمضان نترحم على هذه الشخصية الحضرمية التي قدمت أيضا موروثا فنيا كبيرا، حاول أيضا إبراز حضرمة. اسم الرباعي الاسم الرباعي نسأل للفنان الراحل كرام مرسال. من اسمه الرباعي؟ كرامة سعيد. كرامة مرسال. لا، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. من قال هكذا؟ من هو؟ المحضار. طيب لكن نسأل من أول من غنى هذه الكلمات؟ تجيب لي اسم الرباعي من أول من غنى. فنان حضرمي. من أول من غنى؟ نريد اسم الرباعي لأول من غنى وهو معروف ومشهور. أيوة بالفقية. أول من غناه بالفقية؟ أيه. لا شوف كيف حالك؟ طيب عساك. الحمد لله علينا وعليه. حبي لها رغم الظروف القاسية. مشهورة هذه صح؟ طيب من أول من غناها؟ تجيب لي اسم الرباعي. من قالها هذه؟ تعرف من؟ المحضار. هذه كلمات المحضار شهيرة، لكن من أول من غناها؟ تجيب لي اسم الرباعي يعطي لك جائزة. من غناها أول مرة؟ أبو بكر أبو بكر سالم بالفقي. أول من غناها؟ لا. ولا من؟ بكر أول من غنيها. لا، حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. كلمات المحضار. من هذه؟ كلمات المحضار. اسأل عن أول من غناها اسم الرباعي يعطي لك الجائزة. أول من غناها من؟ مرسال. تعال، من اللي قال مرسال؟ مرسال. أنا تعال. أنا قلت مرسال. هذا لا هذا. تعال بس لحظة، أريد اسم الرباعي من هو؟ عارف. يلا قوم للسؤال. دور اسم الرباعي من هو؟ اسم مرسال. أول كرامة مرسال. كرامة من؟ كرامة من؟ كرامة سالم مرسال. كرامة من؟ كرامة سعيد. كرامة سعيد من؟ باقي اسم واحد. كرامة سعيد باقي. ساعدنا في الثالث. يلا ساعدنا في الثالث. هو الصعوبة في الثالث كلهم جابوا. كرامة سعيد. يلا اصحاب الحوطة. يلا كرامة سعيد. تعال معه ينقسم معه. شوف هذا من بعيد. لحظة قلت لي لحظة. لحظة بس. اسمه كرام مرسال. من اسمه؟ كرام سعيد علي مرسال. ما شاء الله انت من المكلا ولا؟ لا من عندك يا بكر. لحظة امك. لحظة الاخ اول من اجاب قلنا ابيات حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن. ايوه كمل. حبي لها امي سقتني اياه في وسط اللبن. ايوه اول يعني كلمات من هذه؟ هذه حسين ابو بكر. كلمات محضار حسين ابو بكر المحضار. واول من غناها قال الاخ أبو بكر. كرامة سعيد. سعيد وانت قلت علي مرسال. وإجابة صحيحة بس بين أخوين. أول من غناها هو الفنان لحظة الفنان الحضرمي الراحل المرحوم عليه رحمة الله تعالى كرامة سعيد علي مرسال. ونحن طبعا في هذا الشهر الكريم نترحم على هذه الشخصية الحضرمية التي طبعا قدمت موروثا فنيا كبيرا، حاول إظهار حضرموت من خلال صوته الشجي.
وبالتالي نقول عليه رحمة الله الفنان الراحل كرامة سعيد علي مرسال. وإجابة صحيحة طبعا أول من غناها، بعد ذلك غناها أبو بكر سالم، وغناها أيضا أخيرا الجسمي وغيره أيضا من غناها. وألف مبروك بين الأخوين. اسمك الكريم؟ محمد ربيع باللصقع الجابري. محمد ربيع باللصقع الجابري. وأخينا محمد علي باشرحيل. المحمدين محمد ومحمد. محمد باشرحيل طماش معك ايش معك ولا ايش؟ لا لا والله بعد الفطار ترى طيب. الان بتقرح لما اعطيك الجايزه بعد الفطار. بين المحمدين بين المحمدين في الحوطه 10,000 ريال في مدينه الحوطه في وادي حضرموت. والف مبروك عليكم. اسمع لهم تحياتكم. أهلا بكم مشاهدينا في حوار ميداني اليوم هنا من أمام بوابة مسجد الجامع بشبام أو مسجد هارون الرشيد. طبعا يحكى ويروى أن من بناه أو بني في عهد الخليفة هارون الرشيد. اليوم في هذا الحوار الميداني أيضا مع هذه الجلسة الرمضانية الجميلة معنا مجموعة من أجداد شبام يعرفون أيضا عن تاريخ هذه المدينة وعن أيضا معيشتهم فيها خصوصا في رمضان الكريم. نتعرف عليهم. اسمك يا والد؟ عبد الرحمن محمد صالح. ما شاء الله. عم عبد الرحمن محمد صالح. القبيلة من؟ يافعي. ما شاء الله. بس ساكن في شبام؟ ساكن. عم ما شاء الله. بنعود لك. والعم؟ سليم فريد مصير. من؟ سعيد. سليم فريد مصير. ايوه. من شبام؟ من شبام. ايش من احياء شبام ولا نفس الشبام؟ من نفس شبام. والعم؟ سليم سالم خراج. ايوه من شبام. من شبام. ما شاء الله. نبدا بالعم. كنت في شبام ولا شكلك مغترب ولا جيت من؟ انا يعني من كنت جندي مع القعيطي. وبعد تزوجت يمكن زمان 40 في عام 60 مات في عام الستينات. ايوه. وبالتالي يعني تعرفت على ناس حبايب ناس طيبين وتزوجت عندهم. كيف جيت من البعطة؟ كيف جيت من يافع الى هنا؟ جيت من يافع كانت ما في مواصلة يعني صعب. جينا اهل يافع تعسكرنا مع القعيطي وخلاص الحمد لله استمرنا. من اللي تعسكر جدك ولا انت؟ لا انا تعسكرت في اصحابي كثير اهل يافع كانوا مع القعيطي وساكنين هنا. انا ساكن هنا. من كم؟ من الستينات؟ من الستينات. نعم ما شاء الله. ساكن الان متزوج هنا ولا؟ ايوه متزوج وعندي اولاد والحمد لله. نعم ما شاء الله. اغلب ايامك قضيتها هنا في شام ولا في الغربه؟ والله انا جلست في الغربه. جلست في العسكر 8 سنين. وبعدين رحت الى السعوديه وجلست 18 عام. ما شاء الله. نعم. بعدين جيت لهنا. خلاص اولادي هنا يعني اعتبر نفسي اني حضرمي كذا. ما شاء الله. كيف وجدت شبام يعني السكن فيها والعيش فيها؟ والله هم ناس يعني يحبوا السلم اهل شبام. ما يحبوا السياسه ولا يحبوا اطلع ناس يعني كذا يمشوا قدو ولا تتعامل معهم يعني بالسلم. يتعاملوا معك بالسلم. تختلف عن يافع بالنسبه للمعيشه. رمضان كيف عندكم؟ انا رمضان ما شاء الله تمام. ناس طيبين وقريه كويسه ويحبوا يحبوا الفضيله. والصلاه الجماعه ما شاء الله. ما شاء الله. المسجد. نعم. طيب ننتقل للعم سليم بكري. ما شاء الله. عم سليم. ايوه. كيفكم مع شبام في رمضان؟ كيف يكون عندكم رمضان؟ اشرح للمشاهد. ما يحتاج. رمضان ممتاز وكل حاجه وافراح الصغار والكبار والفطاطير وكل ما يسر يفرحهم الاهالي والاقارب. ماشيين عليه. شبام مزدحمه. هل كل يوم كذا؟ لا لا كل يوم مزدحمه شبام. وبالليل اكثر عاده الشباب. ايش يسووا الشباب العصر وفي الليل؟ العب بالليل العصر هو يلعبوا تعرف يلعبون كده. وبعد الصلاة التراويح الضمنة والكيرم يعني هي. كيف تشوف رمضان الآن ورمضان زمان اللي عشتوه؟ لا رمضان الحين أحسن. الحين أحسن؟ أوه. ليش؟ احنا طيفة تطيفة أول فين أول أول ناشي ما تحصل حتى 10% من هذا. ما شاء الله. بس الآن كيف الآن تشوف الناس وتقارب الناس وتكاتف الناس؟ ما يحتاج تكاتفهم الحمد لله على حب ومودة وأفراح وكل حاجة. ويتوادون برمضان ويتفرحون بكل العادة الأولية عليها نفسها. ما انقرضت؟ أبدا ولا بتنقرض إن شاء الله في شباب. الأخيرا أيضا عم سليم الله يعطيك العافية. رمضان ماذا تعملون في رمضان؟ احكي لي عن رمضان شبام يعني هذه التاريخية يعني ما بقي من العادات والتقاليد القديمة؟ قديما ولا حاليا؟ ما بقي من القديم الآن؟ والله الموجودة فرحة الأولاد والتمشية العصرية التفليح برضو كمال التفليح سحراتي عاد ما زال موجود؟ زالت موجودة ولا بتنقرض إن شاء الله. ونحن أسلافها ونحن
والحال ما شاء الله مستور يعني. يعني رمضان عندكم كيف العزايم كيف الضيافه؟ يقولون احنا زمان 10 تفطير 10 تشهير و10 تفطير و10 جهاز العيد. العشر الاولى طبعا مشاهره كل، والعشر الثانيه يتفاطرون عند مجموعه، والعشر الاخيره خلاص تجهيز العيد. بس اخر تساؤل مع مثل شعبي عن اهل شبام، دائما الواحد اللي ما يعرف حاجه يقولوا له افتح اثمك على قول الشبامي، ايش قصه هذا المثل كيف يعني؟ لا اعتقد بيقول الشبامي معروف، شبامي هذا هو ذكي في اي مهما كان. يعني هل هذا الذكاء الشبامي؟ ذكاء الشبامي هذا على ذكاء الشبامي ذا. وانه يعني دليل الناس. ايوه ما يعتقي، قال الشبامي افتح اثمك في اي محل يخرج. انت لو بتعرف ابسط ولد صغير قل له على بيت فلان. بيجي عند الباب عند البوابه، قول له والله ابغى بيت فلان بيجيبك لعنده. لكن في المناطق الثانيه لو تجي عند صاحب البيت بجاره يقول لك ابغى فلان، يقول لك انا ما اعرف. لكن عندنا عادةً معروف هاي. افتح ثمك على قول الشباب. كل بيت افتح ثمك يا سيدي معناته يعني جيت غبي مضبوط ما تعرف شيء. افتح ثمك يعني تكلم اسال بيروك اي واحد في يعني اي تبقى ساكت ولا اي بلد اي بلد شبام ولا غير شبام. افتح ثمك يعني افتح ثمك تخبر اسال خلاص بيعرفك على طول. نعم. اوكي ما شاء الله. ومن امثال شبام ايضا واهالي حضرموت الذين ايضا دائما يطلقون هذه الامثال وافتح ثمك على قول الشبامي يعني يكون دليلك ويعرفك ايضا بالمناطق ايضا وكن متحدثا واسال ايضا لتصل الى هدفك. شكرا لكم مشاهدينا لطيب المتابعه لهذه الحلقه من هذا الحوار الميداني من شبام. في امان الله وحفظه. في شبام التاريخية أيضا نسأل هنا عن بيت الدجاج. ماذا يسمى بيت الدجاج؟ خلوا بند السؤال إذا ما عرف. بيت الدجاج علميا ماذا يسمى بيت الدجاج؟ طبعا في إطار أسئلتنا حول العالم. عندك خلفية؟ لحظة هنا لحظة لحظة بجي. بيت الدجاج ماذا يسمى؟ مروحة. كيف؟ مروحة. مروحة. بيت الدجاج مدية. ايش؟ مدية. ما سمعتك انا. مدية. مدية. ايوه. كيف مدية؟ هذا عندكم هنا. لا علميا ماذا يسمى؟ الكوخ. تعال تعال هنا قرب بس. تعال انت قرب انت. بيت الدجاج. وبيت الدجاج لحظة لحظة لحظة. ايه لحظة. بيت الدجاج. بيت الدجاج ماذا يسمى؟ الكوخ. كيف الكوخ؟ هذا بيت الانسان ذا. مايك الكوخ صح؟ ايوه كوخ يا اخي. لا لا لحظه بيت الدجاج النحل. بيت النحل. بيت الدجاج تقول النحل. لا لا التيحه. التيحه 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 هذه طبعا باللهجه الحضرميه. حتى عندكم يا شباب التيحه؟ التيحه ايوه التيحه هذه بالحضرميه. علميا ماذا يسمى؟ بيت النحل. بيت النحل. بيت النحل ثاني. ماذا يسمى بيت الدجاج؟ سهل. عش. عش. هذا الطيور. فودج. ايش؟ فودج. ايش فودج ذا؟ يعني نوع من الشبك. لا بس مش هذا. بيت الدجاج علميا ايش يسمى؟ بيت الدجاج. الاسطبل بيت الخيول. البيض. البيض. من الدجاج من البيض. لا من ايه؟ الدجاج من ايش؟ من البيض. وش بيتها يسمى؟ البيض. القرش. قرش البيض. بالحضرمي. نحن لا هذا سؤال علمي مش بالحضرمي. علميا. كيف علميا؟ علميا ماذا يسمى بيت الدجاج؟ وش عرف ابوه بالعلم؟ تعال. التيحة. التيحة. مش التيحة هذا بالحضرمي. بيت الدجاج مدية. مدية. مدية هذا بالسيئونية. آه. لا لا السؤال علمي في اطار المصطلح العلمي الشهير ماذا يسمى؟ علميا. مع كل الامورات هذه تعالي هذه كنت تعرف درساته في المدرسه. ماذا يسمى بيت الدجاج؟ ايش يسمى؟ ما عندك خلاص نسميه مديه. نحن عندنا اصحاب حضرموت. انتم في سيئون او في حضرموت بالتحديد؟ في الوادي. ايوه في سيئون سمى المديه صح. وفي تريم يسموها التيحه. التيحه. لا نسال عن المصطلح العلمي له ايش يسمى عندك. تعال. القن. قن. ايش هو؟ لا. القن. بيت الدجاج ماذا يسمى؟ القن. القن ما شاء الله. من جبت المعلومة؟ يعني في المزرعة.
انت مزارع؟ لا يعني يدير مزرعه صغيره. يدير مزرعه ايش؟ حيوانات. في فيها دجاج ولا ماشي؟ جنبي جيراني ما شاء الله. ويسمونها ايش؟ القن. القن الاجابه الصحيحه والمصطلح العلمي فعلا لبيت الدجاج الذي سالنا عليه. يطلق طبعا على بيت الدجاج علميا هذا المصطلح هو القن. القن او القن، واجابه صحيحه ما شاء الله من اخينا مباشره ما شاء الله. دخل من السده الى هنا. اسمك الكريم؟ فايز الكثيري. فايز الكثيري. من الكثير من سيئون ولا؟ نعم من سيئون. من سيئون نفسها ولا من القطر؟ لا من سيئون نفسها. من سيئون. أخينا فايز الكثيري أجاب عن هذا السؤال، وبيت الدجاج يسمى القن. ألف مبروك عليك، 10,000 ريال من برنامج الميدان. اسمع لتحية جمهور ومبروك عليك. من مركز السنابل للتسوق بمدينة سيئون شارع المطار، اليوم طبعا هو يرعى هذه الفقرة ويقدم أيضا سلة غذائية لمن يجيب عن سؤال ولغز هذه الحلقة. طبعا سؤال اليوم يبدو أنه سهل إلى حد ما، لكن يريد ذكاء وتركيز مع كل كلمة من كلمات هذا اللغز. لغزنا يقول: من هو أو من يكون ابن أبو خال أختك؟ نتابع في مركز السنابل بسيئون، نشوف في سيئون. انت من سيئون ولا من من؟ من الردود. من الردود ما شاء الله، جيت الى سيئون تتسوق في هنا في مركز السنابل. طيب معانا شوف سؤال لك بسيط ان شاء الله مع العمامه هذه. سؤال بسيط يقول: من يكون هذا ابن ابو خال اختك؟ من هو؟ ابن خال اختك. لا، ابن ابو خال اختك من هو ذا؟ حاول تركز سريع. ابن ابو خال اختك من هذا يكون؟ يلا عندك معلومة السريع، من يكون؟ مركز ما ركزت. أوب ما شاء الله تسوقت؟ نعم. ولا عادك تتسوق ما شاء الله؟ ها تسوق. ما شاء الله سلة حلوة بالويفرات. معنا سؤال بسيط، تجيب نعتمد هذه السلة بالكامل. اسمك الكريم؟ أحمد صالح عقيل. أحمد عقيل من فين؟ من سيئون. من سيئون. معنا السؤال ولغز بسيط، تجيب علي نعتمد هذه السلة بالكامل. من يكون ابن أبو خال أختك؟ ابن أبو خال أختك من يكون؟ بس سريع. ابن أبو خال أختك من يكون هذا من أرحامك؟ خالي. خالي. قال خالي، وإجابة صحيحة ما شاء الله. بس كيف حسبتها؟ كتبتها ولا كيف؟ ابن أبو خال أختك. ابن أبو خال أختك كيف؟ ابن ابو خال اختك، خالي ابو اختي. ايوه ايوه. كيف حسبته؟ ابن ايوه ابو ابوي خال اختي من يكون؟ خالي. خالي، واجابه صحيحه ما شاء الله لاخينا. قلت لي اسمك؟ احمد صالح عقيل. احمد صالح عقيل. اذا نذهب الان، كم تسوق ولا عادك؟ عنا شوي. لا بس خلاص الان نذهب بالموجود. اذا نذهب بالموجود، السله هذه في مركز النخيل ما شاء الله، اجابه بعبقريه وبذكاء ما شاء الله. ثاني متسابق أيضا للمرة الثانية طبعا يفوز معنا مباشرة. أحمد ما شاء الله، الآن نحن بقرب المحاسب، تتوقع كم يكون هذا الحساب؟ والله لا أعرف. تتوقع كم؟ حاول. 3-4. بس ما شاء الله أنت شايل معها حاجات وألبان وأندومي. تحب الأندومي كثير. طيب إذا إلى المحاسب في مركز السنابل. مركز السنابل ما شاء الله. اسمك الكريم المحاسب؟ احمد رشيد بجبع. من؟ احمد رشيد بجبع. حمد طرحنا لغز مدري، عندك معلومه ولا ما؟ من يكون ابن ابو خال اختك؟ اخوي. ها؟ ابن خال اختك من يكون؟ اخوي. اخوك. قال ايش رايك؟ قال اخوك. ابو عقيل احمد. ها؟ غلطان. خطا قال. من يكون؟ والله لا تحريم. قال خطا. يكون ابوي اكيد. مش ابوك، هو خالك. خالك. ركز معي يا محاسب، يلا نحسب الان ونشوف يلا كم يكون الاجمالي ونحسب. طبعا هذه السله مقدمه ايضا جائزتها من مركز السنابل. كم
طلع الحساب الإجمالي؟ 6470. كم؟ 6470. إذن الإجمالي 6470. ونقول لأخينا اسمك؟ أحمد صالح عقيل. أحمد عقيل، ألف مبروك عليك. هذه السلة الغذائية المقدمة من مركز السنابل للتسوق بمدينة سيئون، ونقول ألف مبروك عليك، ما شاء الله مبروك. في شبام أيضا نجري هذا السباق الطفولي في ميدان الطفولة، معنا 6 من البنات الصغار أمورات في شبام. طبعا معنا لعبة القفز، أو إيش هذه تسموها اللي تسووا بها كذا، إيش تسموها؟ أبوريل. أبوريل ولا شرنقح ولا شقح؟ شقح. في شباب يسموها لعبة الشقح، هي خاصة طبعا عندكم يلعبوها الأطفال ولا البنات؟ الأولاد ولا البنات؟ البنات. الأولاد يعرفوا؟ لا. إذن هي خاصة بالبنات. نتعرف على البنات المشاركات في هذا السباق. اسمك من؟ نور محمد إسلام بن حازم. في إيش من صف؟ ثالثة. نور، وأنتي؟ منى سعيد حسام الجابري. منى الجابري. بدور محمد علي بن ناصر. من؟ بدور. بدور. فاطمة لطفي بن عليان. فاطمة بن عليان. واسمك؟ الشيخ محسن الهدار. شيخ الهدار. مريم سعيد باشو. يلا اسمع تحية للأمورات كلها. طبعا الآن بنجري السباق رامي وطلال، نجري السباق في هذا العمق الآن على 20 ريال. تمام، كل ثنتين مع بعض. الأولى اسمك؟ نور محمد. نور. منى. نور ومنى. طبعا بتنطر لما نقول ثلاثة تبدأ من هنا. ثلاثة طبعا تغمض عيونها، وطبعا نطرح 20 ريال في هذا العمق. تمام، وتكون طبعا لازم تكوني مغمضة. لما نقول 1 2 3 تنطلقي وتحاول لازم تصودي هذه وانت مغمضة. تمام تمام. يلا بسم الله نبدأ. الآن شفتي 20 وانت مغمضة. يلا غمضي عيونك بس تصوديها برجل وانت مغمضة، بس ما تشوفي للأمة. تشوفي الآن؟ شوفي وانتي. يلا بسم الله. 1. تمام، بتذهبوا كيف تسموها؟ ايش هذه؟ شقح. يلا تجروا بالشقح. 1 2 3 شقح. ما عاد عاد ما في حد عاد عاد ما في حد عاد. يلا غمضي 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 وحاولي. يلا جيبيها جيبيها بيدك، جيبيها بيدك وانتي موضة. بيدك بيدك جيبيها بيدك. من اللي فازت؟ اسمع لها تحية، تحية أقوى. هذه فازت معنا، هات ال20. هذه خسرت في الجنب الثاني، تروحي الخاسرين هنا. الآن باقي هذه. اسمك؟ بدور. بدور فاطمة. بدور فاطمة، لقدموا شوية. حط ال20 هنا. تمام، برجلك وتجيبيها أيضا بيدك بس وانت مغمضة، لا تفتحي أبدا. يلا غمضي ولحظة ما نقول ثلاثة، لما نقول ثلاثة انطلقي غمضي بس لا تفتحي لما تجيبيها بيدك. 1 2 لحظة لحظة لا تفتحي أبدا. يلا 1 2 3 حاولي حاولي. يلا أيوة دوري كذا بيدك 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 دوري. أيوة من فازت؟ من الفائزة؟ من فازت؟ اسمك من؟ فاطمة. فاطمة فازت. اسمع لها تحية هنا اللي فازت هنا. باقي ثنتين، من ومن؟ باقي ثنتين. اسمك؟ شيخة. شيخة؟ مريم. ومريم يلا حط ال20. يلا غمضوا هذه ال20. غمضوا بس غمضوا. يلا 1 حط يداتك هنا على عيونك. يلا يداتك على عيونك. أيوة 1 2 3 يلا حاولي حاولي بيدك حاولي. الفائزة هي مريم. مريم واسمع لها تحية. تعالي هنا مريم. فين الفائزات وين الخاسرات؟ الفائزات هنا. إذا ما شاء الله معنا هذه الثلاث الأمورات فوزن معنا، والثلاث الأخريات لم يفوزن، ولكن طبعا حاولت حاولت. وأيضا نعطي لهم جوائز المركز الأول والمركز الثاني، وجوائز طبعا نقسمها بالتساوي لكل أمرات، لأن أيضا
كلهم شاركوا في اللعبة وادخلنا سرعة على كل الأطفال. اسمع تحية للأمورات. جائزة الأولى اسمك؟ منى. منى اسمع لها تحية أقوى. اسمك؟ فاطمة اسمع لها تحية أقوى. مريم اسمع لها تحية. من اسمك؟ شيخة اسمع لها تحية أقوى. ونور اسمع تحية لنور. اسمك؟ بدور اسمع تحية أقوى لبدور. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام في أمان الله تعالى حفظ. تحية أقوى يا جمهور من شبام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الرمضاني والمسابقات الميدان من أمام شبام ومن وسط بيوتها التاريخية. نختتم حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. دمتم في أمان الله تعالى وحفظه.